السلام عليكم المتابعين ديالي، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، سويت معي سمعت من هاتي لهم كلشي مليح. اجي نهار جديد، اجي فيديو جديد، نهار اجي فلوك دي اكشن. اليوم واحد الفلوك في اكشن، بديت لكم بالورد ديال الوريدات. نبدا زي الورد الوريدات، ما شاء الله شوفوا على الورد اللي جاب اكسيون، جاب يعني شي شكل لوينات ديال الفصل الخريف. شوف ما شاء الله، وكاين هذاك الخضر طويول زوين. المهم كاين هذا الورد عاوتاني، المهم هادشي كلشي الورد يتعلق بفصل الخريف. الصراحه كلشي ذا سبحان غزام يا الالوان، يجن يعني هذيك يجن الباسم يا التنسيقات ذا سبحان، ما شاء الله اللهم بارك. كل شكل كل الوان، وشوفوا على هذا الباس داير بحال ديال الحديد وفي مذهب كيحمق البنات غزال. داير 7 أورو و95 اللي داير هذاك 3 أورو ديال شي حاجه اخرى ماشي ديالو، يعني الثمن ماشي كانت ماشي حاجه ونحيدوها، هو هذاك فيه 7 أورو وشي حاجه. كاين هاد الفازات دايرين 2 أورو 6 توين وفيهم داك الربيع، وكل واحد الشكل ديالو. هاكا ما مش توري ما يسمع اسوي يسمع الورد كوريجن الشكل اللي ناس كوريجن يعني مخ من داكس اذاخر، يعني ما نعربي يعني مختلف كل حاجة مختلفة. والثمن يعني كنصور لكم كل حاجة بالثمن ديالها 2 أورو 3 أورو 4 أورو كل واحد والثمن ديالو مختلف، يعني ماشي بحال بحال. كاين هذا عاوتاني صفر، هذاك صفر فيه 2 ماركات بيض والصفر اللي كان تما، ما عرفتوش صورت داك البيض ولا ما صورتوش. عاوتاني الفازه تاع مش حذي سبحان الله ما شاء الله اللهم بارك. المهم الفيديو ديال الورد و الجهه ديال المعطرات. عافاكم الغزالات ديالي، ما تنساوش اللايك. اي وحده كتدخل القناه ديالي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، واللي باقي ما تابوناش مرحبا بكم تابوناو في القناه ديالي. وعافاكم ما تنساوش بوشي لايك، كنشكركم مسبقا كنشكركم بزاف بزاف. وهادو المعطرات ديال المنزل، فيهم العواد وكتبقاي يعني كل مره كتبدلي داك العود، يعني كتقلبيه مره يكون يعني مثلا نهار ولا يومين يكون داك القطبان هيدا واقفين، واحد يومين قلبيهم كي بحال اللي كينشفوا وما كتبقاش فيهم ديك الريحه مجهده. ولكن فاش كتقلبي داك العواد كيجدد ديك الريحه في الدار. عاوتاني الشمعه، واني كنشمعها وداك برفوم ذا سبحان سبحان الله سبحان بزافين. مهم انا كيعجبني الشمع، كنشري الشمع كيعمل ديك الريحه في الدار، كيحمقني الشمع. انا كيعجبني اما نشري هذوك متوسطين كبارين ولا كنشري هذوك الصغارين. وعندي ديك الجاجه كتحطيه في ديك الجاجه وكتعملي عاوتاني واحد المعطر الفوق ديالو. كنظن واحد المره شاركت معكم ديك القاروره اللي عندي ديال الشمعه، هما هادو مشمعات صغارين تاع هادو كيحمقوا البنات رخاصين، دايرين 1.39 أورو ولا 2 أورو. المهم كل باكيطه شحال فيها، ولكن الصراحه الريحه ديالهم غزاله. عندي هذا عاوتاني هذاك الاحمر 1.83 أورو عندي كيحمق عاوتاني، فيه واحد الريحه زويونه هو عندي. اما هادو اخرين لا ما عنديش. وكاين هاد الشبيكات عاوتاني ديال الشمع كتعملي فيهم الشمع، وكتبقى كدير لك واحد الضوء خفيف كيحمق من ديك الشبكه كيخرج واحد الضوء زويون. المهم هاد الجهه كلشي بما يتعلق بالشمع، الديكورات ديال الشمع والشمع. المهم غير الديكورات سبقت لكم بالورد والديكورات، ما شاء الله اللهم بارك. انا كيحمقني الشمع الغزالات ديالي، كيحمقني داك الضوء اللي كتخليه مثلا شاعل وكتجلسي مثلا غير تجلسي هكا كت
تقري شي كتاب، ولا تشوفي في التليفون، ولا في التلفازة وحدك الشمع، يا سلام. سميتو ديك الريحة عاوتاني كيخلي البيت فين جالسة، يعني كيحمق. هادو عاوتاني البنات ديال الحديد ما كيتهرسو شي، زويونين، فيهم الابيض وفيهم داك الذهب وهاد الياقوت. شوفوا على ليها على هاد الياقوت، حتى هو ديال الشمع داير اورو و 49 60، بحال زعما حجر المالح ولا المهم زعما ديال المعدن. المهم هما كلشي هادو من الديكورات، عملت لكم واحد جوله خفيفه، تهزوا الافكار، تهزوا يعني الواحد هكا يدير شي ديكورات في البيت ديالو، في بيت الكلاس زوينين. ولا هادوم تعمليهم هكا في الدوش، تعملي فيهم الفواطي، ولا تعملي فيهم ديك الصابونات، هادوم زوينين. عاوتاني هاد الشبكات كيحمقوا البنات، يعني ترطبي فيهم الفوطات ديال اليد، الا كبارين تعملي فيهم فوطات ديال الدوش، الا ستيتوين كيهزو الفوطات ديال اليدين، يعني ديال اليدين ودال الوجه. هادو معلقات كتعلقي فيهم الفواطي ولا شي حاجه ديال الخشب. وهادو المهم هادشي كلشي يتعلق بفصل الخريف، راه قريب غيحيدو هادشي، كنظن غير واحد سيمانه ولا غيجيبو ديال راس العام. المهم هادشي كلشي الديكورات ديال الفصل الخريف، كيجيبوهم يعني العاده ديالهم ولا التقاليد ديال النصارى عندهم، يعني كل فصل بما يتميز، فهمتوا؟ وكيجيبوا هادشي مثلا ديال فصل الربيع، ديال فصل الخريف، ديال فصل الشتاء، فوقاش ما كان عندهم شي حاجه يعني الفشطه ديالهم، كيجيبوا هادشي. وهاد الجهه ديال المقالي، حنايا النساء كنعشقوا الطواجن والمقالي والطباصل، عندهم هاد المقالي زوينين، 17 اورو، كاين 12 اورو، كنظن ابتداء من 10 اورو الفوق على حسب الحجم. لا هادي ستيتوا داير 6 اورو 79، يعني كاين من 6 اورو الفوق ولا 5 اورو على حسب، يمكن كاسرونات ديكشي. المهم مركزتش اش من حاجه اللي رخيصه تما، ولكن المقله من 10 الاورو الفوق، عندهم داكشي ديال الطيفال زوينين، من 10 12 15 17 زوينين، وعلى حسب الحجم وكل واحد بالثمن ديالو. عندهم هاد الطاجينات ديال الرخام زوينون، والجهه ديال المناديل ديال المطبخ باش كتمسحي المناديل، البونج، الوانطيزات، الصابون، كل شيء عندهم، اي حاجه بغيتيها كاينه عندهم. عندي هذاك الروس، واحد ماطير الروس تما باين، كيعجبني. وهذا عاوتاني ديال الليمون كيعجبني، كنعملوه في واحد الرشاشه وكنخلط معاه الماء، راه كاين تما مكتوبه فيها تخلط معاه شي شويه ديال الماء، كنعمل النص ديال القاروره مع شي شويه ديال الماء. حاشاكم كنخليه الطواليت، فوقاش ما مشى شي ولدي ولا يمشي جلس، كنعاود كنمسح ديك المهم يعني بكتيريا ولا شي حاجه، يعني يوميا خصك حاشاكم تمسحوا الطواليت باش ما يبقاش فيها ديك البكتيريا، كل يوم يعني تغسل بجافيل، كيحيد كلشي. وكيعجبني هذاك فيه الريحه ديال الليمون، وعليها كنجيبو. وهنايا هادوم جفافات فيهم هادوك طوالين، وفيهم هادك مدورين اللي فيهم الشعر، انا كيعجبني هادوك طوالين ديك الموبات، هو داير 4 اورو، عملوا ليه الريكلام، نورمال ممكن كيدير ما بين 5 ولا 6، ما عقلتش. دابا داروا ليه 4 اورو، يعني رخيص بالشفاف ديالو بالعود، ما شاء الله زعما زويون. وهذا الشيء ديال التصبين، معطرات، صابونات، هاد المعطر زويون البنات، هاد الزرق حبيبات داير 2 اورو 97، راه شاركت معكم واحد المره عاوتاني، كيخلي واحد الريحه كتحمق في الحوايج ديالك،
اللي فاش كتصبريهم، وهادو عاوتاني كلشي هادوم العطور ديال الملابس. يعني فاش كتصبري الملابس كتعمليها في ديك الخانه، فاش كتعملي فيها المرطب راه راك اي ماكينه مكتوبه فيه فين غتحط داك المعطر. وهادوم الصابونات سوبليم زوينين البنات، انا كنشري هاد البنفسجي زوين كيخرج الحوايج واخا ما فيهش بوشي ريحه زوينه يعني عادي وصافي، ولكن كيخرج الحوايج. وراكم عارفين هنايا حنا كنعملوا المعطرات واخا يعني ما فيهش الريحه كيخلي الريحه زوينه، ولكن فاش كتعملي داك المرطب المعطر صافي كتحسي الحوايج ديال كلشي فيهم داك المعطر. المهم هادشي عاوتاني ديال الالعاب ديال الدراري، صورت لكم حاجه ولا ستيتوا. المهم هادشي اللي كاينه الغزالات ديالي، غنخليكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.